بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا بكم على قناة مصادر الحياة. واللي هنتكلم في موضوع النهاردة بعنوان لكل بنت قبل أن مرتبطة، لكل بنت مرتبطة قبل الاستمرار في هذا الارتباط. حاولي أن تجيبي على هذه الأسئلة بينك وبين نفسك حتى تستطيعي أو تتوقعي الاستمرار أو عدم الاستمرار في هذه العلاقة. المعروف أن في مجتمعاتنا العربية بيمر الشاب والفتاة بفترة تسمى فترة الخطوبة، والكثير يعرف أن هذه الفترة جعلت لدراسة كل من الآخر، كل طرف يدرس الطرف الآخر ويتقرب إليه ويقرب وجهات النظر بين الولد والبنت أو الشاب والفتاة المقبلين على الارتباط. وهذا طبعا في النهاية هو الزواج، ولكن نجد أن الكثير أو الكثير من الخطوبات أو فترة الخطوبة تفشل وتنتهي بالانفصال بين الشاب والفتاة. وربما تستمر، ولكن تستمر نقدر نقول يعني بمشاكل وخلافات، ثم يمر الزمن ويضطر الطرفان، الأهل هنا والأهل هناك، أن يتمموا الزواج، ويتم الزواج، ثم يكون الطامة الكبرى وهي الانفصال بعد الزواج. طبعا الكلام موجه إلى الفتاة اليوم، وفي الفيديو القادم إن شاء الله سوف يكون الكلام موجه إلى الشاب. يجب أن تسألي نفسك بعض الأسئلة وتجاوبي عليها بصدق وبصراحة. أول سؤال، أنت ليه مرتبطة؟ ما هو الهدف من هذا الارتباط؟ هل تعلمي تماما أن هذا الارتباط سينتهي إلى زواج، والزواج مسؤولية وتضحية ومسؤولية كبرى؟ اسألي نفسك سؤال، إيه هل تقبلين هذا الشخص الشاب بكل ما فيه من مميزات ومن عيوب؟ هل سوف تتحملي إن لم تتغير هذه المساوئ أو العيوب أن يصلح هذا الشاب؟ هل تتحمليه بهذه المساوئ وبهذه العيوب؟ هل العلاقة بينك وبينه تخرج في أحسن صورة، بمعنى التضحية من كل طرف والتفاهم، أم أن العلاقة بينك وبينه علاقة يعني نقدر نقول علاقة شبه جاسوس متسلط على تحركاتك، خايفة من كل أفعالك، كل حركة خطيبي يشوفني، خطيبي يتكلم معايا، يرجع خطيب يزعل؟ إذن العلاقة هنا علاقة يعني نقدر نقول علاقة توقف عن الحياة الطبيعية، بمعنى أن العلاقة بينك وبينه من يوم الارتباط هي علاقة الحارس والمحاسب لكل تصرفاتك. هل العلاقة بينكم بهذه الصورة، أم أن العلاقة بينكم تجعلك تخرجي أفضل ما عندك دوما، أو أنه بيجبرك على التراجع وإخراج أسوأ ما فيك؟ طبعا أنت تعلمي تماما الإجابة، فإن كانت على هذا العلاقة غير يعني متكافئة.
سؤال آخر، هل تعرفين، هل يعني هل تعرفين نفسك معرفة جيدة حتى تستطيعي أن تقيمي هذا الشاب؟ طبعا سؤال غريب، هو في حد ما عرفش نفسه؟ في، نعم، في ناس كتير ما تعرف نفسها. المقصود بمعرفة النفس انك تعرفي ايه هي مميزاتك، ايه هي عيوبك، ما هي قدراتك المادية الجمالية الفكرية، ايه امكانياتك، ايه المهارات اللي تجيديها، ايه المهارات التي لا تجيديها في فن الحياة دي. ان عرفتي هذه الاشياء بتكوني عرفتي نفسك، وبالتالي تستطيع ان تقيم الاخر تقييما جيدا، وعلى هذا الاساس تستطيع ان تقرري الاستمرار في الارتباط او عدم الاستمرار في الارتباط. سؤال اخر، هل انت فعلا سعيدة مع هذا الشريك أم هي سعادة مفتعلة؟ هل فعلا تحسي بالسعادة الحقيقية أم هي سعادة مجاراة، بمعنى أن أنت تجاري أو يعني تمثلي عليه السعادة؟ طبعا هذا السؤال لا يستطيع الإجابة عليه إلا أنت، لأن هذا سوف ينعكس تماما على كافة تفاصيل حياتك في المستقبل. فإن كنت بتمثلي السعادة بالارتباط بهذا الشريك، سوف يكون التمثيل طيلة حياتك. سؤال آخر، هل يعني إذا حبيتي تقعدي مع نفسك أو تقضي يعني أوقات خاصة، هل تفضلي أن تقضي هذه الأوقات الخاصة مع هذا الشريك أم تفضلي أن تقضيها بينك وبين نفسك؟ فإن كنت يعني تفضلين أن تقضيها أو تقضي هذه الأوقات بينك وبين نفسك، أعلم أن هناك حاجز بينك وبين الشريك. وإن كنت تفضلين أن تقضيها مع شريك حياتك هذا، فهنا العلاقة إلى حد كبير علاقة سليمة. سؤال آخر، هل الطرف الآخر يشاركك هذا الاهتمام ويشاركك هذه الأوقات بجد أم بمجاملة؟ سؤال آخر، هل تشعرين بتوازن في العلاقة بينك وبين شريكك، بمعنى هل يقدم لك الالتزام في المواعيد في الطب، هل يضحي من أجلك؟ أكيد وقعت في أي مأزق أي مشكلة، بالتأكيد هل وقف جنبك؟ هل اعتنى بيك الاعتناء الشخصي وليس الاعتناء المظهري بتقديم الهدايا والدباديب وخلاف ذلك؟ لا، يعني الاهتمام الحقيقي، وهذا هو المقصود. آخر أو من الأسئلة المهمة جدا اللي يجب أن تسأليها لنفسك، هل ارتباطك بهذا الشاب عن حب، عن ثقة وتقدير لهذا الشخص، أم خوف من الوحدة وأن يفوتك قطار الزواج و تهربي أو وقد يعني تهربي من أوضاعك المالية السيئة وتريد أن تتخلصي من هذه الأوضاع المالية السيئة؟ قيمي هذه العلاقة بجد وبمصداقية، واسألي نفسك هذه الأسئلة. سؤال آخر، واحذري من هذا السؤال، هل تثقين بشريك حياتك ثقة مطلقة عمياء؟ سؤال مخيف.
لا تتسرعي وتقولي أثق في ثقة عمياء، فالثقة العمياء أقول لك وبكل صدق، لا تكون إلا من الأعمى. الثقة العمياء يجب ألا تكون لأي شخص، لأن أي شخص معرض للخطأ، فيجب أن تكون ثقتك متوازنة ما بين الثقة في هذا الشخص وبين المراجعة والمحاسبة بما يصدر منه بينك وبين نفسك، وليس محاسباته هو شخصية. سؤال آخر، هل العلاقة بينكم علاقة شراكة من ناحيتك أنت، أم أنك تلعبي دور الأخت له أو تلعبي دور الأم؟ ما هي الدور الذي تلعبيه؟ والمعروف أنك لابد أن تلعبي دورا أساسيا وهو شريك حياة. لا تلعبي دور الأخت له أو الأم أو الصديق، فكل هذه الأشياء تندرج تحت مسمى واحد هو شريك حياة. والحياة كل لا يتجزأ، والحياة كل لا يتجزأ، أأمل أنك تفهميني. نصل إلى النهاية. هل سألت نفسك ما هي رؤيتك أنت وهو للمستقبل؟ يعني بمعنى آخر، هل أنت وهو متفقين على رؤية مستقبلية أو خطة مستقبلية لهذه العلاقة، من زواج ثم إنجاب أطفال، كم عددهم، مدى الاهتمام والتعليم بهم؟ لابد أن يكون هناك اتفاق على هذه الرؤية المستقبلية، فإن كنت متفقين مع هذا، أعتقد أن العلاقة سوف تستمر وتؤدي إلى زواج ناجح. فهذه الأشياء وهذه الآراء لابد أن تناقش حتى تعرفي مدى الاتفاق ومدى الاختلاف في هذه الآراء وهذه الأفكار. في النهاية تذكري دائما أن الزواج مسؤولية كبيرة متشعبة الفروع، سواء التزام، حب، ثقة، مسؤولية، تحمل الصعاب، كل شيء. فالزواج ليس فستان فرح ومعازيم وشقة وفسح، الزواج ارتباط، بقدر نجاح هذا الارتباط على أسس سليمة يكون الزواج سعيد وجيد. إذا جلست بينك وبين نفسك واستطعت أن تجاوبي عن هذه الأسئلة بكل صدق وبكل أمانة في قعدة رومانسية مع نفسك، تستطيعين بعدها أن تقرري هل تستمري في هذه العلاقة أم لا تستمر. في نهاية هذه الحلقة والفيديو، إن أعجبك الفيديو فلا تبخلي بالضغط لايك أعجبني، ولا تنسى الاشتراك في القناة. وإلى فيديو آخر إن شاء الله، نتمنى لكل فتاة وكل شاب زواج سعيد وحياة سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.